يعطيك العافية شباب. الله يعافيك. طيب خلينا نكمل عن موضوعنا اليوم اللي هو تكمل إلى جزء البروتينز. وقفنا المرة الماضية عن موضوع قد يبدو يعني جديد بالنسبة لبعض الناس اللي هو نوع من الستركتشرز اللي هما سبيشال ستركتشرز. زي ما حكينا المرة الماضية إنه they are classified to be secondary, sorry, super secondary structures rather than being secondary or tertiary structure. والسبب في ذلك العبارات اللي بدي أحكيها الآن. هذا شيء مهم جدا بالنسبة للكلاسيفيكيشن. والله يا شباب كل واحد يطفي الكاميرا اللي عنده ويطفي المايك. ميوت. هيك اريح. هلا ليش صار عندنا السوبر سيكندري ستراكشرز هذول اللي بدي احكي الان؟ اتس فيري امبورتنت. وبعدين مع الصوت يا جماعه ليش اقول كل ساعه اعمل ميوت؟ هلا قلنا السكندري ستراكشر متعارف عليه اللي هم ستراكشرز ريبيتد بالبروتينات سواء كان الفا هيليكس او بيتا شيتس او البيتا تيرن. هلا قبل ما نطلع لليفل الاعلى اللي هو تيرشر ستراكشر اللي هو كان زمان يدرس على انه هو النكست ليفل. They found انه في عندنا مجموعه من الستراكشرز لهم خصائص تتكرر في البروتينات. بمعنى وجدوا انه هذا الموتيف ستراكشر أو هذا الستركتور اللي هو ألفا هيليكس تيرن ألفا هيليكس أو ألفا هيليكس لوب هيليكس، وجدوا أن هذا الستركتور عماله بتكرر في أكثر من بروتين، يعني مش موجود مرة واحدة وانتهى كشيء غير مكرر. تكراره الآن سواء هو أو ما يسمى بالبيتا ألفا بيتا أو البيتا ميندر أو البيتا باريل أو الجريك كي يسموه موتيف. في عندنا أكثر من موتيف وهذولا الموتيفز الموجودين أمامنا عبارة عن examples على ما يسمى super secondary structure. Again سموهم super secondary structure لأنه they have been found in many proteins. وجدت هذه الأشكال في أكثر من بروتين. معنى ذلك أنه هذا الشكل ليس عشوائيا وتكراره يدل على أنه هو structure مهم جدا بالنسبة للبروتينات، ولكنه لم يرتقي إلى التيرشري ستراكشر. لأن التيرشري ستراكشر راح نجيه بعد شوية وراح تعرف ليش إنه هذا ما تصنف تيرشري ستراكشر. وبرضه هو مش سيكندري ستراكشر لأنه already the secondary structure classified to be alpha, beta and beta bend. هلا من الأمثلة المشهورة جدا على هذول البروتينات اللي فيهم هذول السوبر سيكندري ستراكشر اللي هو ما يسمى بالترانسكريبشن فاكتورز. Transcription factors هي عبارة عن الفاكتورز التي تستخدم للمساعدة على عملية الترانسكريبشن أي قراءة الدي ان اي وصناعة المسنجر ار ان اي. في مجموعة كبيرة من البروتينات عندها قدرة انها تكون ترانسكريبشن فاكتورز في الدي ان اي ترانسكريبشن. عندهم خصائص فيها كثير من المواصفات الموجودة هون زي الالفا لوب الفا او البيتا الفا بيتا يسموهم موتيفز. فهذا سبب وجود ما يسمى السوبر سيكندري ستراكشر. الان بين السيكندري ستراكشر والسوبر سيكندري والتيرشر ستراكشر احيانا في عندنا على سبيل المثال في هذا البروتين اللي هو يعتبر في المثال امامنا تيرشر ستراكشر بروتين. طيب شو عرفنا انه تيرشر ستراكشر بروتين؟ اول شغله انه مور ذان وان تايب اوف سيكندري ستراكشر. ملاحظ انه فيه بيتا وفيه الفا. هاي أول شغلة. وقد يكون كله بيتا وقد يكون كله ألفا. الشغلة الثانية إنه it's a complete subunit. إيش يعني complete subunit؟ يعني بتلاقي إله بداية، هذا بداية البروتين، وبتكون إله نهاية somewhere اللي هي ممكن تكون هون. كيف في هذا الأند؟ بالتالي هو إله N مجازا. خليني أحط الN هون. N
وعنده على الطرف الآخر هون سي اللي هي بتمثل الأمينو جروب والكاربوكسيل جروب. فالآن تيرشري ستراكشر لازم يكون عنده المواصفات الآتية: إنه يحتوي على أكثر من سوبر سكندري ستراكشر، ممكن أكثر من سكندري ستراكشر ممكن يكون نفس النوع أو مختلف. اثنين، one single polypeptide. ثلاثة، إنه يكون عنده 3D structure اللي هو زي الشكل الموجود أمامنا. فهيك بنكون شكلنا إشي اسمه tertiary structure. الآن tertiary structure هذا اللي هو folding of more than one secondary structure or more than one super secondary structure، بنلاحظ باللون الأخضر هون في عندي turns أو loops بهذا الشكل، تمام؟ هلأ هذول اللوب صاروا بين secondary structure موجودين، لابد من تصنيفهم من ناحية structure، فأطلق عليهم non-repetitive secondary structure. هم secondary structure ولكن غير متكرر، ما إله شكل منتظم يكرر فيه، فمرة بكون بهذا الشكل مرة بكون في هذا الشكل. فهو non-repetitive معناها غير متكرر الشكل، secondary structure and it's not random. At the same time it's not regular. إيش يعني not random و not regular؟ not regular معناها ما فيش إلهم شكل منتظم دائما، ولكن هذا الالتفاف الموجود هون على سبيل المثال في هاي الزاوية is not random. إيش يعني not random؟ هو صح مش منتظم، ولكن يجب أن يكون في هذا البروتين تحديدا بهذا الشكل، ما في عشوائية. بمعنى آخر إذا تغير حامض أميني هون راح يؤدي إلى خلل فيه. فالآن هو not random معناها إنه غير عشوائي، هو مش فوضوي ولكن مش منظم بحيث إنك تقدر تميزه إنه هو يكون مثلا شكل منتظم إله مواصفات ثابتة في البروتينات، تمام؟ هلا كان حد رافع إيده، بس خليني أعمل له أنميوت. مين الشباب اللي كان بيسأل؟ بس يرفع إيده، raise hand. مش فاهم السؤال أنا إيه المكتوب. أوكي تمام. هاي بالنسبة لما يسمى non-repetitive secondary structure، they are not random, not regular, and they are representing almost 50% of any protein. برضو مش فاهم يعني this is unclear بالنسبة لي هذا الموضوع. طيب الآن ننتقل للليفل اللي بعديه اللي هو tertiary structure. tertiary structure زي ما حكينا قبل شوي انه هو عبارة عن 3D structure. طيب ما حكينا انه الآن هي beginning of any peptide، ايش المشكلة؟ يا جماعة اذا في يعني اذا ما في سؤال واضح لحد يحط لي بعد مسجات يعطلنا الله يرضى عليك، تمام. هلا التيرشري ستراكشر زي ما احنا شايفين في عليه عده امثله، قد يكون بحد ذاته بروتين وقد يكون جزء من البروتين، وهذا شيء مهم جدا بالنسبه لنا، تمام. هلا ممكن يكون سيرتين بوليبيبتايد زي هذا الموجود هون، نفترض انه هو عنده هذه البدايه اللي هو الان وعنده هذه النهايه اللي هو C، وعامل هذا اللوبينج اللي هو 3D structure. هلا هذا البروتين يسمى globular protein. هلا ممكن التيرشري ستراكشر يكون عبارة عن fibrous protein اللي هو زي المثال الموجود أمامنا هون، موجود في الكولاجين. هلا هذا الهدف من إنه إحنا نتعرف على البروتين levels and structures حتى نفهم كيف البروتينات تشكل وإيش اللي بيصير له، يعني change بشكل سريع أو بطيء أو بتغير وإلى آخر. نفهم الهدف من البروتين biochemistry is to understand how they form their structures in order to understand their functions وظائفهم. الآن المستوى الثالث هو ما يلي super secondary structure. طيب يا قيس خلينا نشوف. أوكي
يعطيك العافية دكتور. أهلين قيس. أغلبك دكتور إحنا حكينا إنه tertiary structure بيكون single polypeptide. تمام. بس بالصورة اللي بالسلايد السابق بالfibrous protein I think إنه شفنا three polypeptide chains. طول بالك. لأن واحد منهم tertiary structure مش الثلاثة مع بعض. انتوا قولوا بالك علينا شوي بالامور تتوضح. اللي بلاحظه انه الطلاب ماسكين يعني تشيك ليست كانه بيحاول يختبر المحاضر او انه يتبدع. ركز معي بالمحاضره يعني افضل. هلا في ناس متسبقين كثير لانه بدرس المحاضرات مسجله، هذا شيء سيء لانه ما بعرف بعتمد عليكم. anyways هلا حكينا انه التيرشر ستركتشر زي المثال الموجود امامنا هو عباره عن سنجل بوليبتايد، وان تشين هاز تو هاف وان اند ان ايتش اوف اللي هو تو اندز من ناحيه الفانكشنال جروبس ان تيرمينال اند سي تيرمينال. ات هاز تو هاف 3 دي ستركتشر بحيث انه يكون لها ثلاثيه ابعاد حتى انه هذا البروتين يكون جزء من او هذا البوليبتايد يكون جزء من بروتين او بحد ذاته يكون بروتين فعال. And there's something very important when we talk about proteins, especially the tertiary structure, ما يسمى بالدومينز. هلا كلمة الدومينز أو الستركتشر تبع الدومينز هذا مش دائما موجود في البروتينات، مش دائما موجود في التيرشري ستركتشر. ولكن بمعظم الحالات في عندنا ما يسمى بالدومينز. هلا الدومينز فكرتها إجت من وين أطلق عليها الاسم؟ اللي هو باللغة الترجمة الحرفية لها اللي هي المجالات. بالنسبه للبروتين. هلا من ناحيه ستراكشر بدي ابسط المفهوم للدومينز. الدومينز معناها انه يكون في عندك بروتين، تمام، وهذا البروتين عنده اماكن لها وظائف معينه. الان هذا الجزء من البروتين يسمى دومين، وهذا الجزء من البروتين يسمى دومين في حال إنه هذا الجزء أو هذا الجزء له وظيفة ما. يعني هذا الدومين قد يكون وظيفته إنزيمية، وهذا الدومين أو هذا الجزء قد تكون وظيفته الارتباط بعامل منشط، وبالتالي may البروتينات may have domains بشرط إنه هذا الدومين أو هذا الستركتشر يكون له وظيفة معينة. بالعادة الدومين هو 3D structure أو portion of the protein، يجب أن يتكون من أكثر من 200 حامض أميني، على الأقل يكون فيه 200 حتى يستطيع أن يكون الدومين أو الستركتشر المطلوب منه أو الـ3D ستركتشر. هذا مفهوم الدومين مختلف عن السوبر سكندري ستركتشر، بمعنى أنه قد يكون الدومين أكثر من سكندري ستركتشر أو أكثر من سوبر سكندري ستركتشر وهو جزء من التيرشري ستركتشر. فالدومين ليس وصفا لليفل في البروتين ستراكشر. احنا الليفل عندنا برايمري سكندري سوبر سكندري نون ريبيتيتيف لوبينج تيرشري ستراكشر، بس الدومين ما بنسميه ليفل اوف ستراكشر. اوكي، هو عباره عن وصف لجزء من البروتين قد يكون له وظيفه. اوكي، وله 3 دي ستراكشر، هذا راح نفهمه شوي شوي لما نتكلم عن البروتينات. فكيب ان مايند انه كلمه دومين ايش معناها؟ هي عباره عن مكان للبروتين او جزء من البروتين له وظيفه ما، ممكن تكون انزيميه، ممكن تكون ارتباط فقط، وعده وظائف اخرى. الان حكينا عن السكندري ستراكشر انه ستابلايزد باي هيدروجين بوند، من اهم الروابط الموجوده في السكندري ستراكشر الهيدروجين بوند تعمل ستابلايزيشن. هلا السوبر سكندري ستراكشر والتيرشري ستراكشر they can be stabilized by all of these bonds. هذول الروابط كلهم قد يكون جميع الروابط وقد يكون معظمهم موجود حتى نعمل stabilization للتيرشري ستراكشر، اللي هو الاس اس بوند اللي هي تعتبر كوفالنت بوند، الهيدروفوبيك انتراكشن، ذا ايونيك بوند اند ذا هيدروجين بوند. كيف هذول الروابط راح يحافظوا على التيرشري ستراكشر؟ هلا بدايه خلينا نعرف شو كل واحد من هذول الروابط. هلا الاس اس بوند هي عباره عن الرابطه اللي بتتكون بين تو سيستين
حتى يكون إشي اسمه سيستين. في عندنا 60 أمينو أسيد، إذا صار في عندنا أوكسيديشن للهيدروجين الموجود على الثيور راح يكون SS bridge or disulfide bridge or disulfide bond بصورة مؤكسد معين in order to have covalent bond. هلا بعد شو بنشوف شو فائدتها، ليش بتصير هاي العملية، وهل هي عشوائية ولا organized. النوع الآخر من الروابط من ناحية قوة الهيدروفوبيك انتراكشن، فأقوى واحدة هي الأساس بوند أو الكوفيلنت بوند. من ثم في عندي الهيدروفوبيك انتراكشن. هيدروفوبيك انتراكشن معناها إنه في عندنا two side chains of amino acids، وهذول side chains أو هذول الأمينو acids they are hydrophobic، فعشان هيك سموهم hydrophobic interaction. هلأ اللي بصير كالآتي، إنه هذول الأمينو acids become close to each other، بيقربوا على بعض بهذا الشكل because they avoid water. حكيتها ببطو عشان نفهم. Not because they like each other، مش لأنهم بيحبوا بعض. Okay. Because they hate water، بيحاولوا يبعدوا عن الماء. تمام؟ فكل جزء بيبعد عن الماء راح يلاقي جزء آخر كمان بيبعد عن الماء، فبيعمل النوع من الانتراكشن. فهاي الباور اللي جاي هون جاي من الavoidance أو الavoiding of water interaction، ما بيقدروا يتفاعلوا مع الماء، عشان يسموهم hydrophobic interaction أو bonds. وهي لها فائدة في الاستابيلايزيشن. إحنا نتكلم عن الروابط بعدين نتكلم عن إنه كيف تعمل استابيلايزيشن. هلأ الأيونيك بوند سهل جدا، يكون عندي two groups عندهم شحنات يعملوا الأيونيك interaction، it's electrostatic interaction، نسميها أيونيك بوند. هلأ الهيدروجين بوند هي عبارة عن الرابطة اللي بتكون بين الهيدروجين والأكسجين والهيدروجين والفلورايد، طبعا فلورايد مش موجود الأحماض الأمينية، أو الهيدروجين والنيتروجين. Okay، فا it's a hydrogen bond and it's electrostatic interaction as well. هي بتشبه الأيونيك بوند لأنه هي إلكتروستاتيك، بس هي رابطة ضعيفة جدا، لذلك راح يسموها بالهيدروجين بوند، لأنه حكينا عن الشروط الخاصة بالهيدروجين بوند. الآن كيف كل هذول الروابط بيساعدوا على استقرار التيرشير ستركتشر للبروتين؟ الآن البروتين زي ما احنا شايفين مثلينه بخيط، وهو يمثل الأحماض الأمينية. طبعا احنا مش حاطين الدوائر تبعونهم، ولكن هون على سبيل المثال فرضنا انه في عندنا حامض اميني فيه هذا السايد تشين اللي فيها امينو جروب، وهو يعتبر بيسك امينو اسيد. وفي عندي هون اسيدك امينو اسيد، they can form what's called ionic bond because they have negative and positive charge. هلا هون صدف انه في عندي تو امينو اسيدز the same amino acids with hydrophobic side chains، بعمل hydrophobic interaction. هلا صدف هون، طبعا كلمه صدف مش هي بالصدفه، ولكن هي organized process، انه في عندي تو امينو اسيدز اللي هم 60 عملوا disulfide bridge نتيجه الاوكسيديشن، وهذا العمل منظم بالنسبه للبروتينات. وهون انه في عندي هيدروجين بوند كمثال اخر. فهذا عباره عن ديمونستريشن او اكزامبل للي بصير بالنسبه للاستابلايزيشن البروتين ستراكشر. لانه قد يسال سائل ما الذي يحافظ على شكل البروتين بهذه الطريقه؟ ليش ما بيخرب الشكل تبعه؟ لانه في عندنا استابلايزيشن بوند. فبالبدايه كان في عندي هيدروجين بوند تعمل استابلايزيشن للهيليكال ستراكشر او للبيتا شيتس. هلا داخل البروتين صار في عندي روابط اخرى بتساعد على الانتر اكشن، بحيث انه البروتين هذا يضل متماسك وانه ما يصير له ديستركشن. تمام؟ هذا اذا البروتين صار له ديستركشن the function will be lost، الوظيفه تبعته راح تروح. تمام؟ ناخذ مثال على الموضوع الديستركشن اوف بروتين function او بروتين structure، لانه اذا خربت الستركشر راح اخرب الفانكشن. وعمليه التخريب تسمى denaturation. إذا أنا بخرب الستركتشر الأصلي للبروتين it will be called denaturation. الآن إذا برجعه لأصله زي ما كان من ناحية 3D structure it will be called renaturation. So denaturation معناها loss of the native structure of protein by certain factors. في عوامل كثير بتأدي إلى denaturation رح نحكي عنها، لكن renaturation عملية مستحيلة ل 99.99% من البروتينات انها ترجع رينيتشر زي ما كانت. تمام؟ في عندنا تو اكزامبلز بالعالم، 3 اكزامبلز على بروتينات تقدر تعمل ريناتشوريشن بعد الديناتشوريشن. يعني اذا جيت جبت بروتين وسخنته it will be denatured، مش راح يتحطم. في فرق بين التحطم، التحطم معناها بتكسر،
وبين الديناتوريشن اللي هو فقدان الشكل الأصلي اللي كان عليه. على سبيل المثال إنه البروتين هون عنده two domains، هذا الدومين وهذا الدومين، وعامل هاي الانتراكشنز والاستابيلايزيشن. الآن أنا ممكن أعمل له denaturation وrenaturation بحيث أحوله إلى شكل آخر. أوكي؟ هلأ عملية denaturation العودة إلى the primary structure بواسطة عوامل خارجية ما راح تخلي البروتين يرجع إلى شكله الأصلي اللي أنا بدي إياه. أعطي مثال سريع جدا. هلأ سلق البيض أو قل البيض إذا بدك هو عبارة عن عملية denaturation للألبيومين اللي هو بروتين موجود في البيض بسبب التسخين، اللي هو واحد من العوامل اللي تعمل denaturation اللي هو فقدان الشكل الأصلي، يعاد تشكيل الروابط تروح ترتبط بطريقة أخرى. هل البروتين من ناحية محتويات كأحماض أمينية it's the same، ولا زال موجود وإله two ends وإلى آخره، ولكن طريقة التداخل بين السكندري ستراكشر والسوبر سكندري ستراكشر للبروتين تغيرت. شو سبب تغيرها؟ انه انا عملت عمليه denaturation بالحراره بتاثر على الهيدروجين بوند. على سبيل المثال اليوريا is a denaturation agent، اذا البروتين وجد في وسط فيه يوريا بيصير له denaturation لانه هذا عباره عن ايون او عباره عن soluble molecule. الأورجانيك سولفنت المذيبات العضوية لأنها بتأثر على الهيدروفوبيك انتراكشن أو الهيدروفوبيك سايد تشينز. السترونج أسيدز أند بيسز لأنه بيأثروا على الأيونيك بوند. الديترجنتس المواد الصابونية لأنه بتأثر على الهيدروفوبيك انتراكشن. الأيونز أوف هيفي ميتالز they will denature proteins لأنه they will interact with other ions in the protein. فكل شيء بيعمل انتراكشن مع الأيونات مع الهيدروفوبيك مع الهيدروجين بوند it will cause denaturation فقدان للشكل الأصلي للبروتين. تمام، وهذا أثره بيبين بالمثال الثاني اللي بدي أذكره. الآن إحنا أي عملية حيوية بحاجة إلى أنزيمات. فالآن إذا صار في عندي على سبيل المثال تبريد لبعض الكائنات الحية، هاي الكائنات بتخمل نتيجة انخفاض درجة الحرارة. تمام، ولكن يعود نشاط هذا الكائن الحي بارتفاع درجة الحرارة، لأنه درجة الحرارة بتعمل نوع من التنشيط للبروتينات بحيث أنه كانت الدرجة المناسبة لعمل هذا البروتين. ولكن هذا نفس الكائن إذا عرضناه إلى حرارة أكبر راح يصير في عندنا denaturation للبروتينات، وبالحالة هاي ما راح يرجع كما كان، على عكس عملية التسخين الأولى أو عملية الإعادة من البرودة إلى الوسط أو إلى درجة الحرارة الأوبتيمال. بمعنى آخر أنا أستطيع التبريد وأستطيع إعادة النشاط بكل أريحية لمعظم الأنزيمات أو لمعظم البروتينات، ولكن إذا رفعتها إلى درجة حرارة معينة بحيث أنه وصلت للديناتوريشن I cannot return the protein to the original structure. تمام، وهذا بثبت أنه ما في عندنا إيش اسمه عملية التطور. كيف بثبت انه فيش عندي عملية تطور؟ لانه عملية الفولدينج للبروتينز، وهذا السيكريت، الفولدينج للبروتينز تبدأ منذ اليوم الاول او من اللحظة الاولى اللي بتم فيها صناعة البروتين. اوكي، يعني انا بلشت الخلية تعمل عندي عملية ترانسكريبشن وبعدين ترانسليشن اللي هو صناعة البروتين. هذا البروتين بنصنع بواسطة ترايبوسومز. الآن داخل الخلية في عندنا بروتينات أخرى تنتظر خروج أول رأس للخيط البروتيني وتبدأ بعملية تنظيم الفولدينج له، ما بتكون الفولدينج عشوائية. تمام، وعملية الفولدينج هاي تنتهي بإنتاج المثال ذكرناه سابقا اللي هو الفاينل فورم of the protein أو اللي هو إذا بدك النيتف structure of the protein. تمام، so the process of folding is organized since the beginning of the protein formation. هلا ليش organized؟ لانه they found انه في عندنا مجموعه من البروتينات اسمهم chaperons. الشابيرونز هو تم اكتشافها عن طريق اكتشاف ما يسمى الهيت شوك بروتينز. الهيت شوك بروتينز هي مجموعه هائله من البروتينات تنتجها الخلايا عند التعرض لدرجات حراره، عشان هيك راح يسموها هيت شوك بروتينز. هذول مسؤولين عن تنظيم التفاف البروتينات بحيث تطلع بالنيتف ستراكشر تبعهم، وهي العمليه بحاجه الى اي تي بي. الان اذا هذا البروتين بعد التفافه بواسطه الشابيرونز رجعت عملت له دي ناتوريشن لن يعود لشكله الاصلي،
دليل على إنه عملية الفولدينج تبدأ من اللحظات الأولى لصناعة هذا البروتين. في حدا كان رافع إيده اللي هو محمد. تفضل محمد. دكتور هسه لو خفضنا درجة حرارة البروتين بيأثر عليه؟ بيأثر على نشاطه. يعني ما بيأثر على الستركتشر. ما بيأثر على هو بيأثر على الستركتشر بس it will not cause denaturation. خلينا أوضحها. الآن إحنا بالمختبرات العلمية نستخدم إنزيمز نشتريهم أو نعملهم استخلاص من مواد أو من مصادر معينة. زي مثلا أطلع peroxidase enzyme ولا oxidase enzyme من تشو معين. هلا هذول الإنزيمز عشان أحافظ عليهم بحطهم بالثلاجة. وأحيانا عشان أحافظ عليهم فترة طويلة جدا بحطهم بالفريزر اللي هو ناقص 20. وإذا بدي إياهم لسنوات بحطهم على ماينس 80 ناقص 80 أو ناقص 110 لأنه في عندنا سوبر فريزنج. هلأ لما بدي أشتغل فيهم برجع بدفيهم على درجة حرارة اللي هو يستطيعوا العمل عندها، قد تكون 25 وقد تكون 37. لأن هذا نفس الإنزيم أنا لو رحت عملت له عملية تسخين بحيث إني وصلته للديناتوريشن بكون خربته. فإذا عملية التأثير على وظيفة البروتين نسبية. إيش بقصد بوظيفة البروتين؟ إني أنا بخلي نشاطه أقل ولا بعمل له ديناتوريشن. في حدا محمد أبو سويد. يعطيك العافية دكتور. يا هلا. دكتور بس كنت بدي أسألك تعيد المقطع اللي قلت فيه عن إيش يعني التطور وإنه البروتين إنه مجرد ما بنشأ خلص مستحيل إنه يتغير. بالضبط. الآن أي بروتين لو جبناه وحاولنا نعمل عملية إعادة يعني عرضنا له ديناتوريشن سخناه وحاولنا وتركناه لوحده بتبريد رجعنا بردناه ما راح يرجع لشكله الأصلي. يكون خرب الـ 3D structure تبعه، خرب الشكل تبعه. وهذا قانون ثابت بالنسبة للبروتينات ما عدا بعض البروتينات الصغيرة جدا اللي عندها قدرة تعمل denaturation renaturation لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة. تمام؟ فالآن التطور بحكي إنه البروتين لأنه في عندنا هون SS وعندنا هون هيدروفوبيك فبيبلش جزئياً يعمل عملية فولدينج. هو ما بيعمل فولدينج لوحده. يعني عشان الفكرة كالآتي، حتى أصنع بروتين أنا بحاجة للدي إن إيه، هاي أول شغلة. وحتى أصنع الدي إن إيه أنا بحاجة إلى بروتين. فبتظل الدايلمة تبعت إنه مين أول، الجاجي ولا البيضة. اثنين، على فرض انه كل هاي الامور صار لها كما يزعمون تطور، الان البروتين لما بلش ينصنع بحاجه الى بروتينات موجوده مسبقا لتنظم عمليه التفافه، وبالتالي it's very well organized process. وهذا اللي الناس بتحاول احيانا تغط طرف عنه لما بتكلموا على الايفوليوشن. ليش؟ لانه بكل بساطه يشعر بالحرج. كيف يعني بشعر بالحرج؟ يعني إذا أنت الآن رحت على مجتمع غربي ولم تتحدث في الإيفوليوشن قلت أن الإيفوليوشن هذا نظرية غير صحيحة، تتعرض للتنمر، تتعرض إلى أنه يعني نوع من السخرية، أنه أنت كيف تأمن في الإيفوليوشن؟ يعني بتصير أنت الغلط، على الرغم من أنه طارح نظرية الإيفوليوشن أو ما يؤمن بها ما عنده أي دليل. هو درسها بالمدرسة أقحموها أقحام، بعدين بالجامعة صارت ملتصقة تماما بالتعليم البيولوجي أنه في شيء اسمه تطور. فأنت كيف تدرس إشي لك سنوات 10-20 سنة بعدين بيقول هذا مش موجود، معناته أنت كل العلم اللي دارسه ما فهمتوش. فبيخجل يقول ما بعرفش. بس في ناس بين الردهات يعني خلف الكواليس تتكلم بموضوع إنه الإيفوليوشن عبارة عن شيء سخيف بكل بساطة، وأنا سمعتها من علماء على أكثر من لقاء عالمي، بس ما بطلع على الستيج بحكيها. تخيل لوين وصل الموضوع، إنه موضوع الإيفوليوشن في سنسيتيفيتي معينة زي أمثلة كثير ممنوع أنت تقرب عليها، يعني في لها تابو تحكي فيه. هلا الكوترنال ستراكشر للبروتين هو المستوى اللاحق اللي زميلكم ذكره قبل شوي إنه هو شايف 3 سب يونتس موجودين مع بعض. Yes, this is a quaternary structure because we have more than one tertiary structure, more than one chain. في عندنا مثالين، البروتين اللي على اليسار والبروتين اللي على اليمين. ليش عندنا مثالين؟ لأنه هذول بناخذهم كمقدمة للشابتر اللاحق واللي بعديه. عندنا 2 chapters بتكلموا عن الglobular proteins وعن الفايبرس proteins، فبنأخذ عليهم أمثلة فقط مش كلهم. إذا أخذنا مثال
نفهم كيف هذول البروتينات بيشتغلوا، وبالتالي بيكون سهل جدا علي في المستقبل أدرس البروتينات الأخرى. تمام؟ فمن أبسط الأمثلة اللي هو الهيموغلوبين والكولاجين على الجلوبيولار والفايبروس بروتينز، وليش موجودين بهذا الشكل، وشو الحكمة إنه هذا سموه هيموغلوبيولار وهذا سموه فايبروس بروتين. تمام؟ القاعدة الأساسية زي ما حكينا إنه الكوتيرنال ستركتشر هاز مور ذان بيبتايد تشين أو more than one polypeptide أو more than one subunit. That's it. Point. الآن stabilization للquaternary structure قد يكون أصعب من tertiary structure. بمعنى إنه حتى أعمل هذا التداخل بين الثلاث three chains أو four subunits هون، لابد من وجود روابط معينة تحافظ على استقرار structure. Otherwise it will be dissociated. تمام؟ يعني أنا لو حطيت مادة صابونية على الهيموغلوبين هذا كله راح يفوت. The protein structure. وبالتالي في عندي روابط بتحافظ على التداخل بين subunits اللي هم الهيدروفوبيك انتراكشن، الايونيك بوند، والهيدروجين بوند. الان في رابطه كانت موجوده بالتيرشر ستراكشر ما ذكرت هون. هلا هاي حقيقه موجوده في بعض البروتينات، يعني الاس اس بوند مش كومون بالكواتيرنال ستراكشر ستابيلايزيشن. الكومون بوند هذول البوند with some exceptions انه في عندنا اساس بوند. هلا خلينا نشوف عمر ايش بده. تفضل يا عمر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. غالبك في فرق بين الهيدروفوبيك انتراكشن والفاندرفال ولا هم نفسهم؟ لا مش نفسهم. اوكي. لا مش نفسهم. الفاندرفال رابطة ضعيفة جدا تعتمد على تقارب بمسافة حرجي بسموها حتى تعمل هذا النوع من الانتراكشن. الهيدروفوبيك رابطة قوية جدا كينانكوفيلنت ولكن قوية جدا تعتمد على كره المركبات للماء، فهي مش نفسها. لا. اوكي. هلا نيجي للمقصود بالبونز الموجوده بين السبيونتس. هلا عندي تو سبيونتس الفا والفا على سبيل المثال لبروتين يعني افتراضي. اوكي. هلا هذا البروتين في عنده جزيئات هيدروفوبيك وبروتين اخر بيشبهه عنده جزيئات هيدروفوبيك، سو ذي كان فورم هيدروفوبيك انتراكشن عشان يكونوا كواتيرنال ستراكشر. اوكي. هلا هذا كمان مدعوم بروابط اخرى زي الفاندرفال انتراكشن اللي هي بتعتمد على المسافات، زي الايونيك بوند اذا بدك، وقد يكون هناك احيانا اس اس بوند ولكن مش بالضروره، او الهيدروجين بوند. تمام. ولكن keep in mind انه الهيدروفوبيك انتراكشن is the most or the predominant bond between subunits. تمام. ليش هي البريدومينانت بوند؟ ليش هي الأكثر وجوداً بين السبيونتس أو حتى داخل السبيونتس؟ ليش الهيدروفوبيك تحديداً؟ خلينا نشوف أيهم شو عنده إجابة. دكتور هل عشان هل عشان السب يونت بتكون في يعني معظم البروتينز بتكون في ووتر سوليبل انفايرمنت فبكونوا بيعملوا موجوده باكويس انفايرمنت فهم ما بيعملوا انتراكشن مع بعض مباشره بس بيعملوا انتراكشن بين اللي هم وبين الانفايرمنت اللي هم فيها يعني قريب كثير من الإجابة. لو تخيلنا أنه العكس تماماً أنه كانت الرابط الشائعة هون هي الأيونيك أو الهيدروجين بوند، من السهل جداً أنه يدخل الماء ويعمل تفاعل مع هذول الروابط ويفصل المركبات عن بعض، معنى آخر يصير دايب أكثر. تمام؟ فالآن البروتين كواتيرنري يعمل انتراكشن قوي بيكون نسبة الهيدروفوبيك انتراكشن أكثر، لأنه هذا بيدعم أنه ظل متماسك وبعيد عن المي. بنفس الوقت هذا البروتين على السايد الآخر هون شو راح يكون في عندي أحماض أمينية من أي نوع أو هون إذا بدك
عبد الفتاح بولر حتعمل انتراكشن مع الووتر. يس يس عشان يعمل انتراكشن مع الووتر مع الووتر. فهذا هي خاصيه من خصائص الجلوبولر بروتينز اذا كان هو اكثر من سب يونت. تمام. فالان داخل البروتين بيكون في عندي هيدروفوبيك انتراكشن اكثر, وبين السب يونت هيدروفوبيك انتراكشن اكثر بالمقارنه مع السطح الخارجي لما يسمى الجلوبولر بروتينز. جود. سو ذا ايديا از ابروشد بالنسبه لفكره انه البروتينز كيف بتعمل الاستراكشر تبعها وكيف بتكون لها ذائبيه او ما بيكون لها ذائبيه في الامثله الاخرى زي الفايبرس بروتينز. الان كل هذا الحكي للمجموعه اللي انا بحبها دائما واسمع ارائها انه اعطونا الإشي المفيد يا اخي, صار لكم ساعه بتدوخوا فينا بتضلوا تعطونا بيسك ساينس لحتى نزهق الطب. وهي المجموعه ليش بحبها؟ لانه بدهم من زي ما بيقولوا من اخر الكلام, بس اخر الكلام ما بزبط بالطب, بده بيسك نولج, بدك تكون مجمع كل هاي المعلومات لانه اتس نوت اني مور الدياجنوستس معتمد فقط على تشخيص سريري خارجي. تمام. صار في عندنا مولكيولر بيولوجي, صار في عندنا تيستينج تولز, صار في عندنا تصوير بطرق معقده بحيث انه اشوف وين المشكله, صار في ميتابوليك ديس اوردرز هائله جدا. وبس بدي يعني منكم كلكم تروح على الجوجل وتكتب ميتابوليك ديس اوردرز, وخليني هون اطبقها معكم بشكل مثال. حتشوف انه يعني موضوع انه البيسك ساينس, مش لانه بسوق البيسك ساينس, ومش لانه احنا جماعه البيسك ساينس كان نفسنا نصير اطباء وما طلعش بيدنا طلعنا فاشلين. فيش حد يكتب هذا الكلام على فيسبوك, فيش يفرغ ايش بدي اسمي البارانويا تبعته على الفيسبوك بشتم الاخرين. تمام. فندير بالنا لما نطلق عبارات هاي, لغة التنمر اللي موجودة في كل مكان وقاعدة تنمو بشكل هائل جدا بين الطلاب وبين أعضاء التدريس وبين المؤسسات, صارت يعني لغة متداولة بالمجتمع, وهذا إشي سيء جدا يا جماعة. بطلنا نسمع كلمة آسف وكيف حالك وبعتذر, بطلنا نسمعها, كله كلام تنمري واستعلاء واستعلاء والآخر كأنه مش موجود. إيش الكلام هذا؟ طيب أنا يعني قلت له إنه بدي أروح هنا أعمل سيرش على ميتابوليك ديسوردرز بشكل عام وأشوف بالجوجل كم هيت بعطيني. كدش عندي هون more than 300,000 metabolic disorders. okay. ولو جيت على الكيورد اللي هو اقترحها قلت له أعطيني الليستة فيهم. تمام. كدش بطلعوا 19 مليون وبنمو بزيادة. متخيل أنت الرقم هذا للميتابوليك ديسوردرز؟ من الناحية الأولى إنه كل اللي عملوا هذا الإشي ما كانوش فيزيشنز, ما كانوش أطباء, كانوا عبارة, راح تتفاجأ لما المعلومة راح أحكيها, يعود 99% من الفضل بالمعلومات اللي عندنا الطبية إلى الفيتس. شو هم الفيتس؟ علماء الحيوان اللي هم البيطريين, لأنه السبب ليس الذكاء الأكثر, لأنه في عندهم تول أسهل إنه يتعامل مع الحيوانات ويعمل التجارب. تمام. وساعدهم على ذلك البيولوجيست والكيميست وهو إلى آخره. واتسون وكريك واحد رياضيات وواحد كيمياء, ما لهمش علاقة أصلا بالبيولوجي, وحطوا الدي ان اي ستراكشر. الساينس مش مربوط إنك جبت أنت 99 أو أنت دارس طب أو دارس هندسة أو دارس رياضة. الساينس والإبداع مرتبط بالكرياتيفيتي عند الشخص نفسه. لذلك إذا منتبهين على موضوع اعتماد كليات الطب وموضوع الإقامات بمستقبل لطلاب الطب, صار الامتحان باليوسمالية لستيب 1 pass or fail. وين صار يركز؟ وين معظم العلامة راح؟ على الريسيرش. ليش؟ لأنه they are looking for a critical thinker, مش شخص عنده memory. لأنه لاحظ أنه في مشكلة, إنه أوكي في علامات بجاوب على الأسئلة but he's not thinking. تمام؟ لأن thinking من وين بيجي؟ من knowledge.
اللي هي بتكون بكل العلوم الأساسية اللي موجودة. وبالتالي أنا مش دوري هون أقعد أسوق للعلوم الأساسية وإنه أعمل نوع من discrimination بما يسمى basic science وميديكال science وحكي طالع نازل يعني لا يليق بطلاب طب ولا يليق بمؤسسات أكاديمية. فهذا كله ينبع مش لأنه طبيب ومش طبيب، لا، هي بنية المجتمع صارت إنه الآخر مش موجود بالنسبة لي ولا شايفه، سلوك خطير. إيش الآخر يعني؟ يعني إيش شخص آخر معي بالبلد عايش أو عالكون على الكرة الأرضية؟ تمام؟ زي ما حكيت المرة الماضية الكونسبت تبع حياتنا كمسلمين إحنا قائم على التعاون مش على المنافسة. فنرجع لموضوعنا اللي هو ليش إحنا بندرس البروتينز والبيسك ساينس تبع البروتينز، لأنه في عندنا أمثلة كثيرة على البروتين مسفولدينج عمل مشاكل ديزيز. أوكي؟ فبالتالي من الطبيعي جدا انه يكون في عندي اخطاء، ومن الطبيعي جدا ان هذه الاخطاء تصحح او يصيرها elimination. خذ القاعده الاساسيه الاتيه: every part of second، في كل جزء من الثانيه في جسمنا في عندنا mistakes بصناعه البروتينات، يعني they are not always perfect. تمام؟ ربنا بيخلق شيء مش perfect، حاشا لله. عشان يكون perfect خلق رب العالمين في عندنا elimination system. إيش يعني elimination system؟ يعني لما تشوف في خطأ معين بروح بصلحه أو بلغي وجوده تماماً. بمعنى آخر إنه إذا صار في عندي خطأ بالtranslation أو بالcoding للDNA أو DNA sequence بعمل correction، بعمل repairing بنسميه للDNA structure. إذا صار خطأ في البروتين structure بروح بحطن هذا البروتين، يعني بروح بودي على recycle bin موجودة وين؟ داخل الخلية. ففي عندنا ميكانيزم بالجسم بتتفقد الأشياء اللي فيها خطأ وبتروح بتصلحها. تمام؟ فبتلغي وجودها. فلذلك keep in mind إنه the errors دائما موجودة. But we have been designed or engineered by the creator to have correction system موجود عندنا في الجسم. هلا the unlucky people هو اللي بصير في عندهم uncorrection or incorrection. هذول مش محظوظين لأنه نظام الكوركشن عندهم خربان. تمام؟ فبالتالي القاعدة الأساسية بتقول كالآتي: إنه we have to be thankful لرب العالمين إنه كل يوم الأخطاء عملها تصحح لأن الأخطاء موجودة. تمام؟ بناء على هذا الكلام الناس اللي مش محظوظين بيطلع عندهم ديزيز معينة زي الزهايمر ديزيز اللي مرتبط بإشي اسمه الأميلويد بروتينز وهو أميلويد ديزيز، أو وجود ما يسمى البريونز اللي هم بيؤدوا إلى أو ما يسمى transmissible spongiform encephalopathy اللي هو بالنسبة لنا مشهور بجنون البقر. هذول diseases اللي هم علاقة بالmisfolding of proteins، إن البروتينات الفولدينج تبعهم مش مظبوط. أوكي؟ هلا هون دي وقف أنا والمرجع بكمل عنهم. ضل two slides لأن الديزيز بحب أركز فيهم شوية and we'll continue next time. Thank you for listening. عبد الله بدنا نحاول نلاقي محاضرة لأسئلة. أعطيني شو بدك بلاش يعني تروح الفكرة. تفضل. يعطيك العافية دكتور. بس بدي أنبه إنه في سؤال بالكتاب، أسئلة الكتاب نهاية الشابتر واحد، في سؤال له جوابين بطبعة رقم 8. أول سؤال بطبعة شابتر أول سؤال شابتر واحد طبعة رقم 8. أوكي أول تشيك. في له جوابين صحيحه سي ودي وسي واي. هلا بشوف شغل. شكرا لك دكتور.